اليوم جيت نفوت الفوت تاع الرئاسة، نفوت الرئيس الرجل المناسب في المكان المناسب، وندعو على الشعب الجزائري، الشعب المليان ان شاء الله يجي يفوتوا، شباب وشيوخ ونساو. جيت في الوقت اللي يكون شوي مبكر باش ننتخبوا الرئيس الانسب ان شاء الله للبلاد، ويعني نطلبوا من كاع يعني كل تقريبا السكان تاع ولايه المنيعه انهم ينتخبوا، وخاصه النساء، وان شاء الله ان شاء الله يعني نطمح الى ان نكون رئيس انسب. اليوم راني جيت للبوط لهنا الصباح بكري على 7، راني هنا والبوط كوم الساعة 8، لكن والله نشكر يعني اللي راهم مسؤولين على هذه الحملة اللي رانا فيها، ونتمنوا الحملة هذه تجيب الخير.